الأسبوع الحزين، 10 حالات وفاة بين نجوم الفن كبار وشباب، فجعت الوسط الفنية وسط حزن كبير من أسرتهم. شهد الوسط الفنية حالات حزن كثيرة خلال هذا الأسبوع الماضي برحيل عدد كبير من الفنانين عن عالمنا، وكان آخرهم الفنان المصري القدير محمود مسعود. نستعرض خلال السطور التالية أبرز حالات الحزن التي شهدها الوسط الفني الأسبوع الماضي. وفاة الفنان المصري القدير محمود مسعود. توفي الفنان المصري محمود مسعود عن عمر يناهز 67 عاما، ونعت نقابة المهن التمثيلية الفنان محمود مسعود قائلة: البقاء لله. تنعي نقابة المهن التمثيلية وفاة الفنان المصري الكبير محمود مسعود. رحم الله الفقيد وألهم أهله وجمهوره الصبر والسلوان. وفاة الفنان المصري الكبير حسن حسني. توفي الفنان المصري الكبير حسن حسني عن عمر ناهز 89 عاما على إثر أزمة قلبية حادة أدت إلى دخوله مستشفى دار الفؤاد، وبقى على مدار 24 ساعة داخل العناية المركزة حتى فارق الحياة. وكشف الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية تفاصيل الساعات الأخيرة لوفاة الفنان المصري القدير حسن حسني، موضحا أن الراحل لفظ أنفاسه الأخيرة في مستشفى دار الفؤاد الذي بقي فيه 24 ساعة إثر إصابته بأزمة قلبية مفاجئة. الفنان الراحل هو أحد أبرز ممثلي مصر والوطن العربي، وسجل خلال 30 سنة الأخيرة نشاطا غير عادي، حيث كان سببا في شهرة نجوم حاليين ونجاحهم، حتى إنه أصبح مطلوبا في كل الأفلام للنجوم الجدد أو القدامى، وبات القاسم المشترك في معظم الأعمال لتميزه في تجسيد الأدوار وبراعته وتلقائيته الشديدة، وكانت له بصمة في كل عمل يقدمه. ولد الفنان المصري حسن حسني في حي القلعة العام 1931 لأب مقاول مباني. توفيت والدته وهو في السادسة من عمره، وتلقى تعليمه في مدرسة الرضوانية الابتدائية حاصلا على شهادة التوجيهية العام 1959. مثل في مسرح المدرسة وحصل على عديد من الميداليات، ثم انضم إلى المسرح العسكري فالمسرح القومي. وقدم الفنان المصري حسن حسني 490 عملا ما بين مسرح وتلفزيون وسينما، فقد لمع في مسرحية كلام فارغ، وقدم عددا من البطولات المسرحية منها حزمني يا، قشطة وعسل، جوز ولوز، أولاد رايا وسكينة، على الرصيف، سكر زيادة، والمحبة الحمراء. من المسلسلات التي اقترنت باسمه أبنائي الأعزاء شكرا، إس بنسا، جواري بلا قيود، ناس مدرن، بوابة الحلواني، والمال والبنون. وكان حسن حسني قد شارك في العديد من الأعمال التلفزيونية والسينمائية المهمة على مدار المواسم الماضية، كمسلسل سلطانة المعز مع الفنانة المصرية غادة عبد الرازق الذي عرض في موسم دراما رمضان الماضي، وقبلها شارك في مسلسل أبو جبل للنجم مصطفى شعبان الذي عرض في رمضان 2019، في حين كانت آخر أفلامه فيلم خيال مآتة مع الفنان المصري أحمد حلمي، وقهوة بورصة مصر مع عدد من النجوم. وفاة الفنان المصري علي عبد الرحيم. توفي الفنان المصري علي عبد الرحيم بعد ارتفاع مفاجئ في ضغط الدم أودى بحياته. ومن أشهر أدوار الفنان علي عبد الرحيم شخصية سامبو بفيلم شمس الزناتي مع الزعيم عادل إمام، كما شارك مع النجم الكبير عادل إمام أيضا في مسلسل فرقة ناجي عطلة عام 2011، وفي نفس العام شارك مع الفنان الكبير حسين فهمي بمسلسل تلك الليلة للمخرج عادل الأعصر، وشارك
شارك في الجزء الأول من مسلسل الجماعة للكاتب الكبير وحيد حامد، كما شارك في العام نفسه في المسلسل التاريخي سقوط الخلافة للمخرج الأردني محمد عزيزة، وله العديد من المشاركات الأخرى. وابتعد الفنان الراحل عن الساحة الفنية عدة سنوات بعدما أصيب بجلطة في المخ أجبرته على الابتعاد عن الشاشة لسنوات طويلة، وأعلن عودته من جديد بعد أن تماثل للشفاء من خلال العمل الدرامي يا أنا يا جدو من بطولة أحمد بدير للمخرج عادل الأعصر. وفاة الفنان المصري محمود الشربجي. توفي الفنان المصري محمود الشربجي عن عمر ناهز 67 عاما بعد معاناه مع المرض. ونعى أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية الفنان الراحل، وأكد أن أسرة محمود الشربجي فضلت دفنه في صمت لعدم التسبب في ازدحام، تماشيا مع الإجراءات التي تتخذها الدولة بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد. وشارك الفنان المصري الكبير محمود الشربجي في دراما رمضان الماضي في 5 أعمال، هي الفتوة للنجم ياسر جلال، ومسلسل اللعبة لشيكو وهشام ماجد، ومسلسل يا أنا يا جدو للفنان أحمد بدير، ومسلسل 2 في الصندوق للفنان حمد المرغني، ومسلسل القمر آخر الدنيا للفنانة بشرى. وفاة الفنانة والمخرجة شيرين غياس. توفيت الفنانة والمخرجة المصرية شيرين غياس مخرجة الفيلم التسجيلي همس التخيل. شيرين غياس خريجة معهد السينما عام 1996، فازت بالعديد من الجوائز، حيث حصل فيلمها على 8 جوائز من مهرجانات دولية وقومية، كما حاز الفيلم على جائزة ذهبية أحسن فيلم تسجيلي وجائزة الإبداع الذهبية أحسن إخراج من مهرجان القاهرة 12 للإذاعة والتلفزيون. وفاة الفنان والملحن المصري أشرف سالم. توفي الفنان والملحن المصري أشرف سالم إثر معاناته من ذبحة صدرية بعد يومين من دخوله إحدى المستشفيات عن عمر يناهز 50 عاما. ونعى عدد كبير من الفنانين من بينهم سميرة سعيد ورامي جمال الملحن الراحل معبرين عن حزنهم لفقدان قيمة فنية كبيرة في عالم الموسيقى في مصر. وكانت النجمة سميرة سعيد نعت الفنان والملحن الراحل عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك قائلة: صدمة كبيرة بفقدان صديقي ورفيق رحلتي وعشرة عمري أشرف سالم، رحيله وآخر توقعاتي، أنا حزينة، الله يرحمه. وكتب النجم المصري رامي جمال عبر حسابه الرسمي على تويتر: انتقل إلى رحمة الله تعالى صديقي الملحن أشرف سالم، نسألكم الدعاء، لا أراكم الله مكروها في عزيز لكم. يذكر أن الملحن أشرف سالم صاحب رصيد كبير من الألحان لعدد كبير من نجوم الأغنية، منها ما قدمه أخيرا مع الفنانة المغربية سميرة سعيد واقع مجنون، وقبلها ليلة حبيبي، ومع محمد منير صوتك، ومع أمال ماهر مش رجع لك تاني، ومع محمد فؤاد مش باقي على حاجة، ومع إيهاب توفيق عامل خجول وأقوى من هواك، ومع جنات جواز سفر، ومع كارمن سليمان عيش على أعصابك. وفاة الفنان والمخرج المصري علاء النجار. توفي المخرج المصري علاء النجار أحد أبرز مخرجي البرامج بالتلفزيون المصرية متأثرا بفيروس كورونا المستجد. ونعى مجلس نقابة الإعلاميين الراحل بالتلفزيون المصري مزبيرو، وأشار المجلس إلى إصابته بفيروس كورونا السبت الماضي. وفاة الممثلة والمطربة السورية هيام طعمة. رحلت عن عالمنا الممثلة والمطربة السورية هيام طعمة بعد صراع مع مرض السرطان عن عمر يناهز 58 عاما. هيام توفيت في إحدى مستشفيات هولندا، ومن المقرر دفنها هناك في ظل صعوبة نقلها لسوريا مع إغلاق حركة الطيران بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، بحسب تصريحات صحفية لأسرتها. هيام من مواليد حلب عرفت طريقها مبكرا لعالم الفن، وشاركت نجوم كبار بطولة أعمالهم، من بينهم ابن موطنها دريد لحام، وكان لها عدة تجارب
المصرية منها انتبهوا إياها. وفاة الفنانة المصرية القديرة عفاف شاكر شقيقة الفنانة المصرية الراحلة شادية. أعلن كمال زاد رئيس القطاع المالي لمهرجان جوانا السينمائية وأحد أقارب الفنانة الراحلة شادية عن وفاة الفنانة عفاف شاكر أخت الفنانة شادية من الأم، حيث كتب على حسابه الشخصي بموقع فيسبوك: انتقلت إلى رحمة الله الفنانة عفاف شاكر أخت الفنانة شادية وأخت جدتي وخالة أبويا. وأضاف كمال زادة: نرجو الدعاء إلى الفردوس الأعلى، وإنا لله وإنا إليه راجعون، الحمد لله على كل شيء. والتلت أخوات عفاف وسعاد وشوشو اللي هي شادية مع بعض في مكان أحسن دلوقتي. جدير الذكر أن عفاف شاكر هي الأخت الكبرى للفنانة شادية، وولدت في 7 أكتوبر واسمها الحقيقي نور الحياة علي آجا. ولدت نور الحياة أو عفاف شاكر في تركيا لوالدتها خديجة ووالدها علي آجا، وهو من عائلة تركية ثرية. وتوفي والدها في إحدى الحروب في عشرينيات القرن الماضي، ثم تزوجت والدتها من أحمد كمال الدين شاكر، وهي لديها بنتان وهم عفاف وسعاد. بدأت عفاف شاكر بالعمل في الفن قبل الفنانة المصرية الراحلة شادية، وأول ظهور لها كان عام 1946 في فيلم ملاك الرحمة بطولة يوسف وهبة وفاتن حمامة. وفي نفس العام ظهرت في فيلم أحمر شفايف مع نجيب الريحاني، وهو يعتبر أشهر أدوارها في السينما. واشتهرت منذ تلك الفترة باسم عفاف شاكر. وظهرت عفاف شاكر مع أختها شادية في أدوار سنوية في بعض أفلامها، وهم الدنيا حلوة عام 1950، وأمان عام 1952، وإلحقوني بالمأزون عام 1954، وعيون سهران عام 1956. وعملت مع فرقة أضواء المسرح في الستينيات، وكان آخر أعمالها هو مسرحية كل الرجال كده عام 1964 مع إسماعيل ياسين. وبعد ذلك انتقلت للعيش في أمريكا إلى أن توفيت هناك.